كنت فاكر إن الحمل هو بس اللي معصب إيمان زيادة ومخليها مش سعيدة، لكن حتى بعد ما ولدت فضلت برضو زي ما هي. قلت جايز السنة الأولى البيبي بتكون صعبة، لكن برضو فضلت الأمور بينا بتسوء. هناء خلفت ولد وسمته محمود، وإيمان خلفت بنت وسميناها يسرية. بنت يسرية يوم بعد يوم بتكبر، ومحمود ابن هناء نفس الشيء، بقوا بيقربوا من بعض زي أنا وهناء. لكن في نفس الوقت إحنا الكبار كنا بنبعد عن بعض. نفس الشيء حصل مع هناء وأحمد، كل يوم خناقة، كل يوم مشكلة. يا سيدي هما في المدرسة بيقولوا تدخل السنة الجاية، ندخلها السنة دي ليه؟ علشان تبقى مع محمود. وانت متضايقة ليه؟ أنا جبت واسطة خلاص. أنا عايز أدخله الألمانية، إيه المشكلة بقى؟ يا حبيبي المشكلة إن شريف عايز يدخل يسرية إنجلش، وأنا مهمة جدا بالنسبة لي إن محمود ويسرية يبقوا مع بعض. طيب تمام خلاص، يدخل يسرية مع ابننا، ولا هو يعني لازم اللي يقولوا شريف هو اللي يمشي على الجميع؟ اللي مزعلني حقيقي إن أنا بقى ماليش أي خطر عند أحمد. وانا كمان ما بقاليش اي خطر عند ايمان. دنيتي يا شريف كم مره تتخانق وانا احاول اتدخل وما تعمليش خطر خالص. تخيلي ان هي بتعتبر ان علاقتنا القويه انا وانت دي هي سبب مشاكلنا انا وهي. ما استغربتيش يعني؟ استغرب من ايه؟ من عندي نفس المشكله. ايه احمد قالك حاجه؟ طول عمره بيقولي كده يا شريف. ما قلتليش ليه هناء يعني؟ طب ما انت كمان ما قلتليش يا شريف. انا اللي كنت فاكره انت بتخبيش عني حاجه. انا بس ما كنتش عايزك تبقي متضايقه من ايمان. كمان انا مش قادر افهم هو لازم يعني نبقى بعيد عن بعض وكل واحد يبقى في حاله ما نسالش على بعض خالص؟ كل واحد في حاله. انت اتجننت؟ لا طبعا، احنا مش غلط، احنا بنحب بعض، بس يمكن يعني من كتر ما بنحب بعض جينا عليهم شويه. انا مش عارف بقى، بس أنا مش حاسس يعني إن أنا بأثر من ناحيتها، ولا بشوفك برضه مأثرة من ناحية جوزك. أيوة شريف، الموضوع مش إنه إحنا شايفين إيه، المشكلة الحقيقية هم شايفين إيه. أنا شايفة إن إحنا لازم نبتدي ناخد بالنا من الموضوع ده شوية. طب بقولك إيه، أنا هقوم نادي أحمد يجي يقعد معانا. عايز تشرب حاجة؟ لا لا، لما يجي بقى. لازم هتيجي اللحظة دي، كل شيء بأوانه، ما تقلقيش خالص يا حبيبتي. طيب يا حسام خلاص، أنا فهمت أنت عايز إيه. شوية كده وهكلمك، يلا مع السلامة. أنت بتعمل إيه؟ إيه اللي بعملها؟ بعمل إيه يا عم؟ بعمل مكالمات شغل. بتعمل مكالمات شغل وسايبنا قاعدين تحت؟ وشريف هنا كمان؟ وإيه الجديد يعني؟ هو على طول هنا. الجديد إن أنت ما بقتش بتقعد معاه خالص. أحمد، أنت ما بقتش بتحب شريف؟ الكلام العبيط اللي أنت بتقوليه ده، أنت جرى في مخك حاجة؟ أنا ما جراش في مخي حاجة، أنت اللي بقيت غريب قوي يا أحمد، وعادة شريف بقت تقيلة قوي على قلبك. من ساعة ما جيتي وأنت ساكتة، ساعة ما جيت ليا انت بقيت طول الوقت ساكتة. ايه مش هتردي؟
مش قلت لي تعالي؟ اديني جيت. مش فاهم مالك بس فيكي ايه؟ هو انت شايفني اساسا؟ انت يا مشغول بشغلك يا بيسرية، والوقت اللي فاضل طبعا كله الهناء. وبلغات بتاعتك دي بقى. طب خدي ساكتة بقى عشان هما جايين. مساء الخير يا جماعة. مساء الخير، ازيك يا احمد؟ ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام. الو، ازيك؟ ايه 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 في ايه في ايه؟ ايه في ايه يا احمد؟ عايز اعرف الساعة كام؟ الساعة 8:30. طب ومالك اتخضيت قوي كده لما مسكت موبايلك؟ ما اتخضيتش ولا حاجة، أنا بس مستني تليفون شغل مهم. والله؟ اه والله. خلاص يا هناء، الراجل قال لك مستني تليفون شغل، هو تلاقيه افتكر بس إن أنت هتتكلمي في التليفون ولا حاجة. شريف أنا لا هبلة ولا عبيطة. المنظر اللي حصل قدامكم ده ليه معنى واحد بس، إن في حاجة على الموبايل وهو مش عايزني أشوفها. اتفضل يا سيدي. هي كده بقى 24 ساعة نكد، وفي الآخر تقول لي أنت قلب وشك ليه؟ أمال أعمل إيه يعني؟ لا ما هو مش أي كلام وخلاص. أنا أصلاً طول الوقت شاكة فيك. يا إما بيتكلم في الموبايل، يا إما ماسكه في إيده 24 ساعة، يا إما أدخل عليه ينهي المكالمة على طول أول ما يشوفني، تفتكر ليه؟ طيب أنا همشي، جاي معايا؟ استني حبيبي بس نهدي الدنيا بينهم شوية. لا يا حبيبي، اقعد انت هد الدنيا بينهم براحتك وانا همشي. بعد اذنكم. اتفضلي. خلاص يا شريف، ام احمد زعلهاش، هي مالهاش ذنب في كل اللي بيحصل ده. وانا كده وكده ليا كلام كتير قوي مع احمد عايزه اقوله له. انا اصلا مش قاعد، انا ورايا معاد. انا شاكه انه بيخوني، لا انا متاكده، وبقالي كتير جدا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. يا شيخة بلاش الظنون دي، هو تلاقيه بس متضايق ومزاجه مش حلو، حتى لو انت شايفة ان انت مقصرة معاه، لا يمكن يبص لواحدة تانية غيرك، هلاقي زيك فين؟ والله ده شيء متوقع. نعم، هو ايه ده اللي متوقع؟ هي هناء دي تتخان اصلا؟ هناء 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 ايه؟ في ايه؟ ايه الاوفر اللي انتوا فيه ده؟ هي تيجي تقول لي شريف مفيش زيه، وانت شايف انها احسن ست في الدنيا. على فكره انتوا فاهمين الدنيا غلط. لا يا ماما بقى معلش، انا فاهم كويس قوي الكلام اللي بقوله لك. مش هناء الانصار اللي تتخان، ولو هو بقى مش عارف قيمتها انا اعرفها له كويس قوي. الو، ايوه حبيبتي. طيب يا حبيبتي، حاضر حاضر، هجيلك دلوقتي. يلا باي باي، مع السلامه. انا رايح لهناء. انت مش لسه كنت هناك؟ وانت ايه اللي مضايقك؟ اختي في مشكله وعايزاني اقول لها لا يعني؟ الله، انت غريبه جدا.